بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا. السلام عليكم. موضوع مهم نريد أن نتكلم عنه بإذن الله، مسألة إخراج الطاقة السلبية من الجسد وفي نفس الوقت تقوية الهالة وغلق منافذ الجسد. ليكن في علم الإنسان أننا أحيانا نصبح متعبين وبطاقات منهكة، هذا دليل على وجود أو على تشبع الجسد بطاقة سلبية، إما بعين أو بسحر أو بحسد أو بوجود جان شيطان في الجسد. إذن هناك طرق نذكر منها كيف الإنسان أن يخفف أو يزيل هذه الطاقة السلبية. وأقصى الإنسان عندما قبل أن ينام ينبغي له أن تكون في نيته أنه سيستيقظ لأداء صلاة الصبح. لماذا نركز على صلاة الصبح؟ أولا لأن هذا الوقت، وقت صلاة الصبح بالأخص إذا كانت في المسجد، إنسان إذا بذل مجهودا وخرج وتمشى إلى المسجد هذا يكون أفضل، لأن ذلك الوقت يكون فيه هواء نقي، يأخذ وقته 5 دقائق 10 دقائق، يقف في مكان أو يجلس في مكان ويستنشق أكبر كمية من الهواء يدخل إلى صدره ويتركه هناك 15 ثانية على الأقل، ثم يخرج يعيد الكرة 3 أو 5 أو 7، كلما يحس براحة يحس أن هذه الطاقة بدأت في التلاشي. زيادة على ذلك أن هناك مناطق في الجسد لا يصل الأكسجين، عندما لا يصل الأكسجين طبيعة الحال عملها الوظيفي لن يكون بالشكل المطلوب، لذلك عندما ينبغي لكل إنسان أن يوصل الأكسجين إلى كل منطقة في الجسد. طيب، عندما تستنشق هذا الهواء وتدخله بأكبر كمية فإنه سيصل وأنت تحس به، سيصل إلى العمود الفقري، سيصل إلى أسفل الظهر، سيصل إلى مناطق لم تكن فيه، وهنا ستحس بالانتعاش وستحس أن التعب بدأ يتلاشى بفضل الله عز وجل. طيب، تعملها تقريبا كل صبح، كل صلاة الصبح ستحس بطاقة، زيادة على بعض التمارين الرياضية في ذلك الوقت يكون أفضل. طيب، مسألة أخرى، مسألة قراءة القرآن على الماء. إذا القرآن نعرف أن به طاقة إيجابية، طيب عندما تقرأ الماء أو ما يسمى الماء المرقي، عندما تقرأ على الماء ما تيسر مع النفث طبعا، الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، فهذه تعطي طاقة إيجابية للجسد. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. إذا تشرب وتغتسل، اغتسال الماء المرقي يعطي طاقة إيجابية، شرب الماء المرقي يعطي طاقة إيجابية كذلك، التنفس التفريغي الذي يكون في أول صلاة أول وقت الفجر يعطي طاقة إيجابية كذلك. كذلك السجود، أقول السجود، الإطالة في السجود لها منافع قوية، عندما تطيل السجود وأنت ساجد على الناصية، مقدمة الرأس، هذه مقدمة الرأس تسمى الناصية، طيب، وتطيل في السجود تحس براحة، لأن هنا في الناصية هي هذا مكان مكان أو مجمع الأعصاب، تحس براحة، والله سبحانه يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا السجود له قوة عجيبة، زيادة على التسبيح والاستغفار تحس براحة في الجسد سبحان الله. هذه الأشياء ينبغي للإنسان أن يفعلها تقريبا شبه يومي، 4 ساعة تقريبا تكون كافية للتنفس التفريغي وكافية بعد التمارين الرياضية. كذلك الإنسان يجعل سجود صلاته أطول كثيرا أو أطول بقليل من السجود العادي. اللهم صل على محمد. في مسائل أخرى، مسألة المسح على الجسد، عندما يجمع الإنسان يديه هكذا ويمسح، يقرأ ويمسح على جسده، تساعد في إغلاق، في تقوية الهالة أولا المحيطة بنا، وفي تقوية وفي إغلاق منافذ الجسد حتى ولو كان به إصابة روحانية، والتضييق تضييق الخناق على العارض الذي يدخل من حين إلى آخر. إذن هنا وبالله التوفيق
الآيات التي ننصح بها عندما تحاول أن تمسح على الجسد بعد كل صلاة هي سورة الفاتحة ثلاثا، آية الكرسي ثلاثا، آمن الرسول أواخر سورة البقرة آيتين الأخيرتين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ثلاثا، اللهم صل على محمد وصحبه. الآية من سورة الكهف، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، 11 مرة أو 15 أو كلما زدت في العدد كلما كان أفضل، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. آية النور كذلك تكثر منها، وأنت كذلك جامع على جامع يديك وتنفث وتقرأ، تقرأ آية النور ثلاثا، ثم المعوذات إخلاص الفلق الناس تقرأهم وتمسح من مؤخرة الرأس إلى سائر الجسد تفعلها ثلاثا أو مرة واحدة تكفي، لكن ثلاثا تكون أقوى. بعد كل صلاة زيادة على الاستغفار، عندما تسلم وتخرج أذكار ما بعد الصلاة خذ وقتك واستغفر 300 500 700، كل ما زدت كلما تزيد في طاقتك الإيجابية وتزيد في قربك من الله عز وجل وتزيد في تقوية إيمانك وتقوية هالتك. فننصح بهذه الأمور لأنها فعلا محبدة، لأنها كثيرا تعينك ضد الشياطين، لأن الشياطين يتربصون بنا في كل مكان، هم موجودون في كل مكان، أكثر عددهم يفوقون بالأضعاف أضعاف وأضعاف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم.